الدكتور ممدوح، المنطقة اختبرت مواجهة ساخنة بين إيران وإسرائيل، لحسن الحظ أنها لم تستمر طويلا لكنها أثرت على أسعار النفط. لم تكن الزيادة كبيرة، نحو 2% تقريبا، لكنها كانت زيادة متوترة قابلة لأن تنفلت ربما. فكيف إذن يمكن أن يتعامل النفط مع احتمالية أن تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى أو أن يتسع نطاقها؟ بعد الرد الإيراني هدأت الأمور. اليوم في الواقع سعر خام برنت انخفض بحوالي نصف دولار، لأن هناك ضغوط على إسرائيل من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول كثيرة أن لا ترد على الهجوم الإيراني بالأمس. من هذه الزاوية هناك هدوء، أنا أسميه هدوء يسبق العاصفة، لأنني معتقد أن إسرائيل ستحاول، ربما ليس اليوم أو غدا بس في الأيام القادمة، إلى الرد على الهجوم الإيراني. طبعا هذا يعتمد على حجم الرد ورد إيران على ذلك، الردين المتبادلين. من هذه الزاوية إذا كان الرد قاسيا ورد إيران أقسى، عندها سنجد أن الأسعار سترتفع أكثر، لأن التوتر في منطقة الشرق الأوسط قد يتوسع بشكل أكبر، وهذا يهدد مصادر الطاقة وربما يغرق العالم في أزمة طاقة عالمية إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز.